حياكم الله مشاهدينا وحيا الله قواتنا المسلحة السودانية صمم أمن البلاد. هذه هي أحداث اليوم والبداية بالعناوين. نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يجدد التزام الحكومة بإنهاء التمرد. تقارير غربية تكشف تورط الإمارات في تجنيد مرتزق جدد لاستخدامه في الحرب ضد السودان. كاميرا تلفزيون توثق التدمير الممنهج للبنى التحتية من قبل ميليشيا آل داغلو الإرهابية. أهلا بكم. تعهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ملك عقار إير تعهد بالعمل على إنهاء التمرد وتحقيق الأمن والاستقرار بكل ولايات السودان، وذلك لدى افتتاح قسمة النساء والتوليد بمستشفى الصداغة بالدمازين، وذلك خلال جولاته التفقدية للولايات. توفير الأمن والاستقرار مع التأمين على المضي قدما في تحرير المناطق من جيوب التمرد في كافة المحاور، بشريات بعثت بها قيادة الفرقة الرابعة مشاة على شرف زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى إقليم النيل الأزرق. الحمد لله تم تطمين السيد النائب بالأحوال الأمنية المستقرة تماما في الإقليم بحمد الله سبحانه وتعالى، وهدوء الأحوال، والحمد لله القوات المسلحة من نصر إلى نصر بإذن الله تعالى، والفرقة الرابعة كذلك تقوم بعمليات الدعم الكبير جدا للقوات في سنار، وإن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى مع زيارات المتكررة للسادة الغادة وتطميناتنا الكثيرة لنا إن شاء الله حيكون في تقدم سنار إلى مدني ومن مدني إلى الخرطوم بإذن الله تعالى. فنحن نطمن الشعب السوداني بأنه قواتكم المسلحة الباسلة وخلف هذا الشعب. فيما أشارت حكومة إغليم النيل الأزرق إلى أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بمشاركة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي. حقيقة نحن قعدنا في اجتماع بتاع اللجنة الأمنية نورناه بالنسبة لمجمل الأوضاع في إغليم النيل الأزرق، نورناه بالنسبة لبعض التحديات. نحن في النيل الأزرق عندنا في تحديات كثير جدا، قبل أسبوع عندنا في مشاكل بتاع المياه، وكان عندنا في مشاكل اقتصادية. حاولنا برضه يعني نورنا طلعنا له كل المشاكل خطرنا له في مشاكل بتاع طريقة الدوازين الكرمك، فدي واحد كان من الأولويات من المشاكل الأصل عايزة مثلا حل جذري طريقة الدوازين الكرمك، طريق ديرن بوت عندنا، طريق والطرق الداخلية في مدينة الدمازين. وبمستشفى الصداغة بالدمازين افتتح النائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير قسم النساء والتوليد، مشيرا إلى أهمية توفير الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن. المركز بتتعامل مع كل الأقاليم دي قدر المستطاع اللي عندها في الوقت الحالي أثناء الحرب، لأن الميزانية الحالية هي ميزانية بتاع الحرب ولإنهاء التمرد في السودان. جيتي دي زيارة يعني الغالب عليها زيارة يعني أمنية أكثر مما هي تكون زيارة للجهاز التنفيذي، لكن جيتي برضو قلت أشوف الجهاز التنفيذي ونشوف لو عندهم بعض التحديات والمشاكل. هنا إلا من ضمن مستشفى الصيني أنا جاني المدير العام قبل يومين قال عندهم مشكلة بتاع التشغيل، أنه هي 15 مليون كل شهر لمدة 6 شهور اللي هي 60 مليون. أنا جبت عليهم معي أساس أنه هيقدر يشيلوا المستشفى بتاعهم. عندهم برضو مشكلة في المستشفى في واحدة من الولايات هي دائرة 180، قلت لهم 180 ما قادر عليها، لكن جبت لهم 140 للمستشفى دي. فعشان كده أنا قلت بابا الصحة قفلتهم شفتش المهالك الثانية. بالنسبة للزراعة طبعا عندهم تحديات بتاعت الشارع وعندهم التحدي بتاعت الوقود، ودي إن شاء الله برضو بنزل لهم في الفترة القادمة. إحكام التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى أسهم بصورة مباشرة في استتباب الأمن والاستقرار بالبلاد. عصام طه، تلفزيون السودان، إغليم النيل الأزرق. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ملك عقار إير لدى مخاطبته الإفطار السنوي لحكومة إقليم النيل الأزرق، أكد أن إنهاء الحرب في السودان يكمن في الحسم العسكري أو التفاوض وفق شروط معينة،
وذلك بخروج آل دجلو الإرهابية من المنازل والمؤسسات الحكومية وغيرها. وأشار عجار إلى أن الحل الأمثل لاستدامة الاستقرار بالبلاد يجب أن يكون سوداني سوداني لإنهاء جيوب التمرد إلى غير رجعة بالبلاد. يا جماعة الحرب ده بينتهي إن شاء الله، الحرب هينتهي بأي من الوسيلتين، يا بالحسم العسكري أو في ثورة التفاوض. في ثورة التفاوض نحن ما بنرفض السلام، لكن قلنا السلام عشان نمشي نقعد في محل فيه سلام وعشان نتكلم قلنا عندنا شروط، ودي شروط أملتها علينا واجب الدولة السودانية، أنه واجب احترامنا للشعب السوداني وللدولة السودانية أرضا ووحدته، أنه الناس المحتلين البيوت يطلعوا منها، يطلعوا من الخرطوم، يطلعوا من الجزيرة، يطلعوا من النادي، يمشوا معسكرات، وهذاك نتفاهم معهم، لكن ما ممكن تتفاهم مع زول وقاعد جوا بيتك. انت حتتفاوض شنو على البيت؟ يعني انا وني يطلع لك من البيت، هل وجوده في بيتك ده هيكون من واحد من الاجنده بتاع التفاوض، ولا هيكون في اجنده ثانيه؟ فدي شروط احنا خاتينها، وبدونها ما حنمشي لاي طاوله بتاع السلام. الى ذلك دعا نائب رئيس مجلس السياده الانتقالي ملك عجار اير، دعا مكونات المجتمع إلى تناسي مرارات الماضي والوقوف خلف القوات المسلحة لبناء وطن جديد يسوده الاستقرار في المجالات كافة. الاستجعار بقضايا الوطن والوقوف خلف القوات المسلحة أهداف وغايات مطلوبة أكدتها مكونات المجتمع بإغليم النيل الأزرق لإنهاء التمرد بالبلاد. الاستقرار لا يؤدي إلى الأمام، وبالتالي عندما قامت هذه الحرب كانت حكومة الإغليم وآلت على نفسها أن تقف كلها سدا منيعا بكل مكوناتها وكل قبائلها وكل شعبها، رجالها ونسائها، أطفالها وأولادها وبناتها، على أن يكونوا آمنين مطمئنين في أن يكونوا في كلمة واحدة وهي تعني الوطن. السودان ووحدة السودان بقى خط أحمر ضد المرتزقة الذين جاءوا من مختلف دول الجوار لاحتلال السودان، ونحن بنقول للفريق البرهان وبنقول لك اليوم ما في تفاوض مع الميليشيا شعب النيل الأزرق خلفك يا سيد القائد. إشاعة روح التسامح وتقبل الآخر هي السمة التي أكدتها حكومة إغليم النيل الأزرق وسط مكونات المجتمع. لازم ما بيعرفوا إيه جحوي ولا قبلية، ده فيروس جابله من دعم السري يوجد جدو يومات في البحر وفي رصيرز وفي الدمازين، أي دي جابوه؟ دي ثقافة جابوه دعم السري بتاع الجحوية، وده مرض مستورد. الدعم السري حسن ما موجود، أهل النيل الأزرق أصبحوا زي ما كانوا قاعدين في سنين المضت. وصايب بتاعك بالنسبة لنا، أنا دايما أقول إن إحنا كلنا الحكومة دي كلنا خدام، نخدم الشعب ونحافظ أمن الإقليم كل ما الأجهزة الأمنية. فيما دعا النائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مكونات المجتمع إلى تناسي مرارات الماضي للمساهمة في بناء وطن معافى ومستقر. نحن محتاجين للوحدة، دي نمرة واحد. صحيح السودان حصل فيه مرارات كثيرة، هسي الموت اللي حصل، الاغتصاب اللي حصل، كل الحاجات دي حصلت لنا، لكن عشان نحافظ على الدولة بتاعتنا دي نحن لابد أنه يعني ما هو مضى فهو ماضي، الناس من هنا يمشوا لقدام، مش يكونوا سجون بتاع المرارات لورا، لو الناس بيعيشوا السجن بتاع المرارات ما انا كنت بقيف معاكم هنا في اتكلم في الميكروفون ده، لانه انا عندي جبال من المرارات وراي، لكن عبرتها كلها وقفلت بابها بعشرة ارباس عشان ما نرجع له تاني. لحمة مكونات المجتمع خلف القوات المسلحة مؤشرات لاستدامة الاستقرار بالبلاد. عصام طه، تلفزيون السودان، من داخل قصر السلام بمدينة الدمازيغ. انعقد ببورسودان الاجتماع الثالث للجنة العليا للتعامل مع بعثة الأمم المتحدة
برئاسة الفريق الركن بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة. وأوضح دكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام عضو اللجنة أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات في مقدمتها الوضع الإنساني وما تم بذله من جهود في هذا المجال بجانب تقديم تقرير بشأن الموقف الغذائي بالبلاد. تناول الاجتماع قضايا مهمة. القضية الأولى الوضع الإنساني، قدمت السيدة مفوضة العون الإنساني الموقف الإنساني في البلاد، حيث أكدت كل الجهود التي تبذل في هذا المجال لمعالجة الأوضاع وخاصة الأوضاع في الدارفور وفي الولايات المتأثرة بالحرب. كما تم تقديم تقرير من السيد وزير الزراعة بشأن الموقف الغذائي في البلاد، وأكد السيد وزير الزراعة أن الإنتاج للذرة في هذا العام 3.3 مليون طن، والحوجة الحقيقية 3.9 مليون طن، يعني هنالك فرق طفيف في الكمية. وأشار أيضا إلى الكميات الأخرى بالنسبة للدخن 683 ألف طن. أيضا تناول الاجتماع التقرير عن فريق خبراء المنسقية الوطنية القرار 1591، وتمت مدارسة كل ما يتعلق بهذا القرار. أيضا القضايا السودان في الأمم المتحدة تمت مدارسته، والجهود المبذولة من مندوبية السودان في الأمم المتحدة ووزارة الخارجية. أكدت تقارير موثوقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد فشل مرتزقتها من عصابات آل دجل في السودان شرعت في تدريب قوة خاصة جديدة من المرتزقة، وذلك لاستخدامهم في عمليات في بعض الدول من بينها السودان وبالتعاون مع فرنسا. Why does the UAE have a love affair with mercenaries? Imagine this, you're hired by a company that says you'll be working as a security. كشفت تقارير استخبارية غربية أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد فشل مرتزقتها من عصابات آل دجل في السودان شرعت في تدريب قوة خاصة جديدة من المرتزقة لاستخدامهم في عمليات في بعض الدول من بينها السودان بالتعاون مع فرنسا. واستنادا إلى موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي، أن قائد كوماندوز فرنسي سابق يشرف على إنشاء هذا الفيلق الإماراتي الجديد والذي يقدر قوامه ببعض الآلاف من المقاتلين بعضهم من فرنسا. وتم نشر إعلان وسط بعض جنود القوات الخاصة الفرنسية الذين تقاعدوا عن الخدمة لإغرائهم بالانضمام للفيلق الإماراتي الجديد مع وعود برواتب كبيرة وامتيازات تمتد لسنوات. وتربط فرنسا علاقة تعاون أمني واستخباري مع دولة الإمارات ويتم تبادل المعلومات بينهما. كما اتهمت تقارير فرنسا بتسهيل عمليات إمداد إماراتية لمرتزقة الدعم السريع الذين يحاربون ضد الجيش السوداني، حيث يصل الدعم الإماراتي من الأسلحة والمؤن لهذه القوات عبر بعض الدول في غرب إفريقيا، وهي دول تشهد وجودا فرنسيا عسكريا واستخباريا يتم تسخيره لخدمة الإمداد. وتربط الإمارات بفرنسا اتفاقية للدفاع. وحسب موقع إمارات ليكس، فإن تقريرا استخباريا سبق أن كشف قيام الإمارات بتجنيد عشرات الآلاف من المرتزقة في اليمن وليبيا منذ العام 2011، ضمن ما قال الموقع إنه مؤامراتها لكسب النفوذ والتوسع. وخلال الأشهر الماضية اتهمت تقارير غربية الإمارات بالوقوف خلف الحرب التي يخوضها مرتزقة من قوات الدعم السريع ضد الجيش الحكومي في السودان، الذي أدان قوات الدعم السريع باستخدام مقاتلين مرتزقة من دول إفريقية مجاورة يتم تمويلهم وتسليحهم بدعم إماراتي مباشر عبر رحلات طيران تم رصدها. وحسب التقارير الفرنسية الاستخبارية التي تم تسريبها، فإن القوى الجديدة التي تقوم الإمارات بتكوينها سيبدأ تدريبها في يوليو من هذا العام على أن تكون جاهزة بحلول منتصف العام 2025. وتهدف إلى الانتشار في اليمن والصومال، حيث لدولة الإمارات العربية المتحدة مصالح خاصة، ولكنها تواجه تحديات أمنية كبيرة بالإضافة للاستعانة بها لدعم قوات الدعم السريع في السودان.
كشفت جولة كاميرا تلفزيون السودان جملة من الانتهاكات وعمليات التخريب الممنهج الذي طال المؤسسات العامة والخاصة فضلا عن منازل المواطنين بسبب انتهاكات ميليشيا الدقلو الإرهابية. شهد وشواهد للخراب والدمار الهائل والذي طال كل أوجه الحياة بولاة الخرطوم في عمل ممنهج يرتكز على الحرق والنهب والسلب والتدمير، وشاهد الصور الحزينة للعديد من المؤسسات والأعيان المدنية والتي أحالتها الميليشيات الإرهابية بصورة موثقة إلى سكنات عسكرية، فعمدت إلى تعطيل الخدمات الصحية في كل المرافق الصحية العريقة بولاة الخرطوم لدرجة الانهيار الكامل والخروج من الخدمة، مما يؤكد بأن الميليشيا الإرهابية هدفها القضاء على كل أوجه الحياة بولاية الخرطوم وتدمير مؤسسات الدولة القومية من بينها الإذاعة والتلفزيون والمسرح القومي وحزمة من المؤسسات المدمرة والتي ستكون مهمة حصرها شاقة إن لم تكن مستحيلة. وهذا التدمير الممنهج يجب أن تكون رسائله وصلت للمنظمات الدولية والتي تدعي الاهتمام بحقوق الإنسان. الجولات التي تقوم بها سلطات ولاية الخرطوم يوميا تكشف بشاعة هذه الأعمال وتأثيرها السالب على كل القطاعات المجتمعية بولاية الخرطوم، وتحاول سلطات ولاية الخرطوم العمل في عدة اتجاهات إنسانية وخدمية وصحية وإعادة إعمار بجانب شواغلها الأمنية للحشد والاستنفار للمقاومة الشعبية، لكن كل هذه المهام المتعددة لم تمنع سلطات ولاية الخرطوم من تلمس احتياجات المواطنين ومعالجة الخدمات وإطلاق دعوة لإعادة الإعمار لكل المرافق الصحية. الانتصارات المتوالية التي حققتها القوات المسلحة السودانية في بحر الأسبوع الماضي وتوسع الرقعة الأمنية بولاية الخرطوم كشفت ضخامة الخسائر على مستوى البنيات التحتية والخدمية، مما يؤكد أن حرب التمرد تهدف لتدمير خدمات المواطنين والقضاء على الدولة السودانية. إذن على المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكل الدول الصديقة والشقيقة السعي لإعمار ما دمرته الميليشيات الإرهابية بالسودان، فكل المنظمات الأممية حال تجردت من أجندتها فإن واجبها الأخلاقي دعم وإعمار ما دمرته الحرب بولاية الخرطوم. ياسر المساعة، تلفزيون السودان. أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم التزام وزارته بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كل ولايات السودان المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماعه بعطبرة بوزير الصحة بولاية نهرانيل الدكتورة أمل أحمد المجذوب وبحضور عدد من قيادات الوزارة. وناقش اللقاء تنسيق الخدمات الصحية والتحديات التي تواجه قطاع الصحة بالولاية، مشيرا إلى مواصلة الدعم الاتحادي، لافتا إلى استمرار دعم الحكومة لبرامج العلاج المجاني لأمراض الكلى والقلب والسرطان والجهاز الهضمي، واطمأن الاجتماع على موقف الإمداد الدوائي بالبلاد. دشن وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت دشن الدفعة الثانية للدعم النقدي المباشر المقدم لولاية البحر الأحمر، وبحضور والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن مصطفى محمد نور. وأكد الوزير أن مشروع النقد المباشر يعتبر أحد آليات خفض الفقر، مشيرا إلى أن وزارته وضعت خطط متكاملة لإجراء مسروحات لتحديد الشرائح المستهدفة. من جانبه ثمن والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور ثمن جهود الوزارة لتخفيف حدة الفقر. قمنا بتدشين الدفعية الثانية لمشروع الدعم النقدي المباشر لولاية البحر الأحمر بعد أن تم يعني دفع الدفعية الأولى كان في شهر 11، واجتهد الإخوة في التنمية الاجتماعية في الولاية ومعهم المركز المركز لمكافحة الفقر في الولاية ومعهم الإخوة في بنك الادخار، اجتهدوا في الفترة الفاتحة في أنه يصلوا كل 8317 شخص. تم تنوير عن سير العمليات بالنسبة للدفئية الأولى.
واهم وابرز المعوقات والتحديات اللي واجهتنا في المرحله اللي فاتت. المشروع ده طبعا او البرنامج ده طبعا يعني نحن يعني بننفذه بشراكه مع اخواننا في مصرف الادخار والتنميه الاجتماعيه. الدعم النقدي المباشر لكل المحليات، محليات الولاية العشرة، تم الدفعية السابقة بنسبة 80%، فنحن نعتبرها يعني هي برغم الظروف ورغم الأوضاع الما مستقرة تمت بصورة طيبة جدا، لكن هنالك بعض الأسر لم تتم أو لم يتم لها الصرف لعدة معوقات يعني في محليات متباعدة، لكن إن شاء الله نحن نعمل على حل هذه الإشكالية في الدفعية القادمة إن شاء الله. بالنسبة لنا كمصرف الادخار التنمية الاجتماعية القروش الموجودة عندنا حسب توجيه المفوضية أو حسب توجيه اللسن أن القروش تكون باقية إن شاء الله، أي إنسان هو مستحق الدعم الاجتماعي إن شاء الله يلقى نصيبه موجود يعني، فنتمنى أن الناس يكلموا يعني. كل واحد فيهم يختار الثاني بيعتبر أنه والله يا جماعة الناس المستفيدين يجوا يصلوا للمركز المعين ده وكده، أي استفسارات بيتم عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية والاستحقاقات إن شاء الله. استقبل والي الخرطوم المكلف ورئيس اللجنة العملية للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية أحمد عثمان حمزة استقبل قافلة مستنفرات الوحدة الإدارية بزيدة بولاية نهر النيل، وأشاد الوالي بالوقفة الصليبة للمستنفرات وإسهامهن في دعم وإسناد القوات المسلحة. من جانبها أوضحت وزيرة الثروة الحيوانية ومشرفة معسكرات المرأة بولاية نهر النيل الدكتورة نجدة الزبير أن هنالك تغييرا كبيرا حول مشاركة المرأة ووقوفها مع القوات المسلحة في معركة الكرامة، مؤكدة استمرار قوافل دعم وإسناد القوات المسلحة في حربها ضد ميليشيا آل دجلو الإرهابية. وولاية نهر النيل أثبتت أنها الولاية السباقة في كل المجالات. الله أكبر. وخاصة وقفت مع ولاية الخرطوم في هذه المحنة في هذه الحرب وقفة غبية وقفة صلبة. كل يوم نستقبل قافلة من ولاية نهر النيل. بالأمس استقبلنا قافلة في منطقة العبيدية والفاروق. أيضا أتوا بقافلة كبيرة وقبلها قوافل عديدة. ونشكركم الأخوات الكريمات على تسيير القوافل باستمرار لولاية الخرطوم. واستقبلنا مع الأخت الدكتورة نجدة قبل 3 أسابيع تقريبا قافلة من المتمة. نحن سعيدين بجيتنا، واليوم يمكن قابلنا كمان اخواتنا في عزم النساء، اخوتنا انتصار عبد الله، واتفقنا على انه تكون في توأمة بيننا وبينهم، وانه حيكون في شغل كبير في الاستنفار، وانه ديل مستنفراتنا للوحدة الإدارية الزيداب محلية الدامر، فهم ابا نفسهم الا ان يشاركن ويجوا. يمكن انا بقول دي احسن غافلة واكثر غافلة والفريدة من نوعها لأنها هي من المستنفرات. وعلى صعيد آخر، زار ولي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة زار مسجد الشيخ قريب الله ومسجد الشيخ الفاتح قريب الله، ووقف على حجم الضرر الذي أضر بالمباني،
وأعلن الوالي التزام الحكومة بإعادة إعمارها. من جانبه أشاد حفيد الشيخ قريب الله بزيارة والي الخرطوم، نافيا ما تم الترويج له في وسائط الإعلام حول استهداف القوات المسلحة للبنيات التحتية والمؤسسات الدعوية. هذا وقد وقف الوالي خلال الزيارة على عدد من المرافق الخدمية العامة والخاصة والتي تعرضت لاستهداف ممنهج من قبل ميليشيا آل دجلو الإرهابية. زرنا مقام الشيخ قريب الله بواد نوباوي، وبمعيتنا حفيده الشيخ الطيب عبد الوهاب والأخ اللواء آدم والعميد أنور، وهم المشرفين على المنطقة وسير العمليات فيها. نحن بحمد الله المسيد أصابوا بعض الآثار من جراء القصف الذي استهدفته هذه الميليشيات لهذه المنطقة أثناء معركة تحرير منهم، وكان تدوين من مناطق بعيدة. إن شاء الله أنه يسقط في هذا المسيد، وبما أن هذا المسيد مكان مبارك ويحوي رفات الشيخ قريب الله والشيخ حسن الفاتح، ولم يصب الضريح بشيء، وإنما ما تشاهدونه هو آثار الحريق. اليوم يعني بزيارة كريمة من السيد الوالي جزاه الله خير، والسيد اللواء آدم، والسيد العميد أنور، والسيد العقيد أحمد، ووفدهم الميمون من الساد الضباط، جزاه الله خير اهتماما منهم بمقامات الصالحين وبمسجد الشغري بالله المسجد التاريخي الكبير، وبما دار في وسائل التواصل الاجتماعي عنده حصل نبشي لقبر سيدنا الشغري بالله وسيدنا الشيخ حسن. والكلام ده الحمد لله السيد الوالي زارنا في المسجد ومعه الساد الضباط، جينا معه زرنا مسجد جدنا الشغري بالله، وجدنا هذا الكلام كذب. القبور الحمد لله محفوظة، ما في أي حاجة، ونحن الآن نتكلم من داخل مقام سيدنا الشيخ غريب الله وسيدنا الشيخ حسن. والمسجد الحمد لله إلا هو أثار المعركة والحريق اللي حصل ضرر كل الناس كما ضرر السودان. سيرت قبيلة رفاعة بمحلية أبو حجار بولاية سنارة سيرت قافلة لدعم وإسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة. أعلنت القبيلة وقفتها جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لدحر التمرد، وامتدح قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية قائد متحرك سنار النيل الأزرق لتحرير ولاية الجزيرة من دنسي التمرد، امتدح مجاهدات قبيلة رفاعة ودعمها للقوات المسلحة. سيرت المقاومة الشعبية بمحلية أبو حجار قافلة دعم وإسناد للقوات المسلحة، حيث عبرت قبائل رفاعة الهوي بمحلية أبو حجار عن وقفتها مع القوات المسلحة والقتال معها في خندق واحد لدحر التمرد. اشتملت القافلة التي استقبلتها قيادة اللواء 265 دفاع جوي بسنار على أدوية طبية ومواد غذائية. وإن شاء الله نبقى سند وعضد للقوات المسلحة، وجام نقف معهم جنب على جنب ويد بيد، ونقاتل معهم ذراع على ذراع، ونقاتل معهم خندق واحد إن شاء الله. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة للسودان، ولا نعمد عن الجمراء، والله أكبر. وثمن ممثل والي سنار دكتور إبراهيم العوض التلاحم الشعبي والتدافع الكبير للمقاومة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة في قبيلة رفاعة، ونرجو من الله أن يسمع منهم ضالي الطريق من القبيلة للرجوع إلى الحق، وللرجوع إلى الكلمة السواء، وإلى الرجوع إلى اسم العقلاء، وعلى لا يدنسوا اسم القبيلة بأشياء لا تشبه القبيلة في شيء، ولا تشبه السودانيين الذين ربتهم حواء السودان بأفعالهم. هذه الأفعال لا تشبه حتى الإنسانية بمثال. نسأل الله أن ينصر قواتنا المسلحة نصرا عزيزا مقتدرا، ونحن كلنا سودانيين. فيما امتدح اللواء الركن دكتور ربيع عبد الله آدم وقفت قبيلة رفاعة الهوي مع القوات المسلحة، وقال إن القوات المسلحة متماسكة وعازمة على تحقيق نصر قريب لدحر الميليشيا. ليريت وزاكم شايفينه لمجرمين الآن بيقتصبوا في النساء، الآن بيشيلوا في حق الناس، الآن بيشردوا في أهلنا. وين مهاجرين؟ وين إخواننا نازحين؟ يا خي أخلاق هذه؟ فلذلك رفاع أنت أكبر من هذا بكثير، أنت أكبر من هذا بكثير، ولعل السودان يشهد بأن هؤلاء هم أهل رفاع.
فهؤلاء هم أهل رفاعة، وهؤلاء هم الذين يكتبون تاريخ رفاعة، والعلة رفاعة موجودة هنا مع أهلهم، موجودين في الأسوار، موجودين في الضعينة، موجودين في المزارع، موجودين في أي مكان، وبأخلاقهم وبحقهم. ودعين لكم إخواننا عبدوا عليه، ونحن معاكم، نحن دارين السودان صحي قوي، ودارين السودان يجمعنا ويجمعنا على الحق. إذا كان في أزمة يبقى أزمة الدولة كلها، ما أزمة زول واحد. قافلة الدعم والإسناد التي سيرتها قبيلة رفاع الهوي بمحلية أبو حجار أكدت تلاحظ المواطنين مع قواتهم المسلحة لدحر التمرد. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، مدينة سنار. شهد والي ولاية البحر الأحمر مكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور بمكتبه شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بالولاية ومنظمة حبيب الرحمن الخيرية ولإقامة مستشفى مرجعي لأمراض وزراعة الكلى بالولاية. وأوضحت المديرة العامة لمركز بور السودان لأمراض وجراحة الكلى الاستشاري الدكتورة إحلام عبد الرسول أن توقيع يهدف لتطوير الخدمات الطبية وتوطين عمليات زراعة الكلى بالولاية، مضيفة بأن المرحلة الأولى تتمثل في قيام مركز غسيل الكلى ببور السودان وإنشاء مجمع عمليات زراعة الكلى. اتفاق على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة البحر الأحمر برعاية كريمة من السيد والي ولاية البحر الأحمر ومنظمة حبيب الرحمن الخيرية لرعاية مرضى الكلى. تم الاتفاق على إنشاء مركز لغسيل وزراعة الكلى على أن يبدأ بمرحلة أولى عدد 25 مكنة، سيتم الإنشاء فورا. تكون البداية ب 25 مكنة غسيل تستهدف عدد من المتأثرين بأمراض الكلى، وستكون المرحلة الأولى بتأسيس مركز الغسيل، وفي المرحلة الثانية سيتم تأسيس مركز الزراعة وعمليات زراعة الفستل إن شاء الله بإذن الله تعالى. كرم والي ولاية الجضارف المكلف محمد عبد الرحمن نيابة عن اللجنة العليا للموسم الزراعي الصيفي، كرم عددا من المهندسين المسؤولين التقنيين بالبنك الزراعي، وامتدح الوالي جهود المهندسين في ترتيب وتنظيم العمل بالبنك، مشيرا للأدوار المتعاظمة للبنك في تمويل المزارعين وتوفير مدخلات إنتاج العملية الزراعية بالبلاد. جينا والله في لفتة براءة إنسانية على أساس نكرم مجموعة من الشباب المهندسين المسؤولين من الداتا والمعلومات في البنك الزراعي. الشباب دي البرنامج انه اخرجوا المعلومات الاولى من بعد الحرب العينة بالخرطوم الى ولاية الجزيرة، لما تكرر الاحداث ولاية الجزيرة برضو نفس الشباب يمكن معهم مجموعة اخرى قدروا انه يطلعوا المعلومات برضو لحد ما تصل للجضارف ومنها الى بور السودان. والحمد لله يعني المهندسين بتاعنا يعني قدروا يعني ينقلوا المركز من خرطوم لمدني ومن مدني لبور السودان وجضارف، وان شاء الله احنا نشكر السيد الوالي على هذا التكريم، وان شاء الله احنا نكون في حسن ظنه. استقبلت حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، استقبلت وفد لجنة اسناد القوات المسلحة بولاية شمال دارفور. واشاد رئيس اللجنة السلطان خليل دوسة اشاد بجهود القوات المسلحة بولاية شمال دارفور ودور القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح في حماية المواطنين، مشيدا بسهامات إنسان الولاية في معركة الكرامة. من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان بحركة جيش تحرير السودان الفريق عثمان عبد الجبار أشاد بأدوار اللجنة العليا بولاية شمال دارفور، مشددا على ضرورة الوقوف خلف قيادة القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلحة لدحر ميليشيا آل دجلو الإرهابية. بحث والي شمال كردفان المكلف عبد الخالق عبد اللطيف في الاجتماع المشترك الذي ضم عددا من مديري افرع البنوك والمصارف ووزارة المالية والقوى العاملة بالولاية وجهاز تنمية وتحصيل الايرادات واتحاد اصحاب العمل والغرفة التجارية، بحث تفعيل العمل المالي والاقتصادي والمصرفي بين المتعاونين في القطاعين العام والخاص، وذلك لتنظيم الفائدة وحل المشاكل التي تواجه عمل النظام المصرفي. التنسيق كامل بيننا نحن في المصارف واخواننا في اتحاد اصحاب العمل بواسطه الاخ الوالي جزاه الله خير.
يعمل كل هذه الأطراف بهدف التنسيق أكثر، لأنه عشان ما تكون في مشكلة. الحمد لله ما عندنا أي مشكلة مالية، كل النقد إن شاء الله بإذن الله يكون متوفر، وأي مواطن بيحتاج لأي نقد في أي واحد من مصارفنا بإذن الله. فالاجتماع بالنسبة لنا كان اجتماع يعني مثمر، لأنه كان يعني بوضوح، وكان أي ذول فيه يعني متاح إنه يتكلم كلامه ويقوله بكل صراحة، فعبروا كل الناس الموجودين بصراحة تامة، بالإضافة إلى الإخوة في البنوك برضو كذلك عبروا عن إشكالياتهم بطريقة يعني واضحة، ووضحوا إنهم هم يعني الأسباب في المرات الفائتة كانت مشكلتهم انقطاع الانترنت وكذا. أساوالي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم اجتماع اللجنة الأمنية لحكومة الولاية، والذي ضم المدير التنفيذي للمحلية حافظ عبدالله جاك ومدير جهاز المخابرات الوطني العميد أمن عماد الدين سيد أحمد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة الأولى مشاة العقيد الركن ياسر الصادق وممثل مديري البنوك بمدينة المناجل. وناقش الاجتماع استعدادات البنوك لمزاولة أنشطتها خلال المرحلة القادمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 من مارس الجاري. تشهد أسواق ولاية النيل الأبيض حركة اقتصادية نشطة وتوفر في السلع، وأكد عدد من المواطنين والتجار أن الأمن والاستقرار الأمني الذي تعيشه الولاية انعكس إيجابا على الحركة التجارية بالولاية. الزائر لمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض يلحظ حركة اقتصادية واسعة في أسواق المدينة، والتي أصبحت قبلة للتجار الوافدين ومواطني القرى المجاورة لمدينة كوستي، مما انعكس إيجابا في إنعاش حركة السوق حسب إفادات المواطنين والتجار. والله السوق يعني ما شاء الله في نزول شويه كده، كان في زيادات، وهسه الحمد لله السوق استقر، وهسه الان الحمد لله في كوستي الوضع تمام 100% ومستقر 100%، والسلع منسابه والله بكل ارتياح، والمواطنين في امن وامان، والسوق والوارد فيه وكل اي شيء موجود. انا سليم نايل من ابناء كوستي، لكن قاعد في خرطوم، لكن جيت مع المشاكل دي جيت ثاني كوستي. ايوه منطقة كوستي الحمد لله بالنحات الامن والكل شيء والسلع كل شيء متوفر الحمد لله، مرتاحين والامن كويس، ما عندنا اي مشاكل، ننوم في الشارع بعد ما جينا ما لقينا ذات هنا قاعدين ننوم في الشارع، ما في اي حاجه والله في كوستي هنا. بالنسبه للبضائع مسفره كلها مسفره في كوستي، وبالنسبه للنظافه عمل سمح جدا، لان السوق ده منظم، لقينا منظم تمام تمام، وان شاء الله يحافظ على الكلام ده. بالنسبة للوضع عامل الحمد لله، ما في أي حاجة، ما في إشكالية في الأمن. بالنسبة للبضائع متوفرة الآن. إحنا في مدينة كوستي ننعم بالأمن والأمان، ودي أهم حاجة عندنا الحمد لله، ننعم بالأمن والأمان، والمواطن الحمد لله في نعمة كبيرة جدا، حتى الوافد جانا نرحبه ترحيب شديد جدا جدا، وعمل لنا زيادة وإضافة لبلدنا والله، ونرحب بهم ترحيب حار، ونقف من خلفهم ونشد من أجلهم. مسؤوليننا في المدينة والله الحمد لله واقفين على قدم وساق، وحتى يعني الوافدين جونا من التجار الحمد لله وفر السلع من السلع ضرورية. وأكدت السلطات المحلية بمدينة كوستي أن الاستقرار الأمني الذي تشهده محلية كوستي أسهم في توفير السلع الاستراتيجية وتقديم الخدمات للمواطن. وأكد المدير التنفيذي أن المحلية شرعت في تنظيم الأسواق وتفعيل حملات النظافة وإصحاح البيئة بالمحلية. بحمد الله سبحانه وتعالى محلية كوستي تعيش استقرارا كاملا إن شاء الله، وكل أحيائها ووحداتها الإدارية المختلفة، وبحمد الله سبحانه وتعالى كافة المواطنين موجودين بأحيائهم المختلفة، وعادة الحياة الطبيعية بصورة واضحة جدا، والأسواق مستقرة والسلع موجودة، وبحمد الله سبحانه وتعالى هنالك جهد كبير جدا مبذول من قبل السلطات المحلية ولجنة الأمن المحلية لتوفير الأمن والاستقرار في كافة أنحاء المدينة المختلفة، والأمور تسير بصورة معتادة جدا. كما إن شاء الله بحمد الله سبحانه وتعالى بدأنا في تنفيذ خطة العام 24 الخاصة بتنظيم وترتيب الأسواق، حيث بدأنا بالسوق الكبير
من حيث النظافة وإصلاح البيئة وتطهير وتعقيم السوق وفتح الطرقات والمداخل حتى تتم عملية التسويق بصورة سلسة جدا. الأمن والاستقرار الذي تشهده ولاية النيل الأبيض انعكس إيجابا على حركة الأسواق بالولاية. محاسن إبراهيم حماد، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأبيض، كوست. تفقد أمين عام ديوان الزكاة أحمد إبراهيم عبد الله تفقد معسكر قوات العمل العدائي الخاص بولاية كسلة، وأكد دعم الديوان موقوفه إلى جانب القوات المسلحة والشباب المصنفرين للقضاء على ميليشيا آل دجلو الإرهابية. من جانبه أكد قائد قوات العمل الخاص جاهزية قواته لإنجاز المهام الموكلة إليها في أي مكان وزمان. احنا الان جمعنا لك حاجه اسمها مجموعات، عندنا اربع مجموعات جاهزه للشغل تام. جمعنا لك نموذج من القوه، باقي القوه عندنا لما نكون العمل الكبير كلهم ان شاء الله الميدان ما قاعد يشيلهم. اطمئن وعبرك وصل الرساله لاي جهات الرسميه كلها في الدوله او في الولايه، قول له والله قوات العمل الخاص داخل كسلة جاهزة من كل. الحمد لله وجدناهم في أشد الجاهزية الوطنية والحماس للدفاع عن مقدرات الوطن، وهم الحمد لله من خلال ملاحظاتنا لهم أنهم أولاد ما شاء الله نشطين دائما يحاولون استتباب الأمن في هذه الولاية، وهذا الدور المطلوب من كل الشباب انهم يقفوا صدا منيعا ضد اي عداءات ضد الوطن وضد المواطن وضد مقدرات الوطن والمواطن. نحن الحمد لله يعني جيناهم نقف معهم ونشوف بعض احتياجاتهم خاصه الغذائيه والعلاجيه، والحمد لله دعمناهم بمبلغ مقدر لكي يسد بعض الحاجات اللي هم في اشد الحاجه اليها. فعلا لقينا في اشياء كثيره بتنقصهم، ولكن إن شاء الله نحن معهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا بتدمير هذه القوة المتمردة التي جثمت على صدر السودان. حيا والي الولاية الشمالية المكلف عابدين عوض الله حيا القوات المسلحة وهي تدافع عن الأرض والعرض. جاء ذلك خلال مخاطبته الإفطار الجماعي لقوات الاحتياط وقوات العمل الخاص. أكد عابدين على الدور الفاعل لقوات العمل الخاص في اسناد ودعم القوات المسلحة حتى دحر التمرد. وقال والي الشمالية إن ما تنعم به الولاية من أمن واستقرار داخل حدودها الجغرافية جاء بفضل وقفة كل قطاعات المجتمع وتلاحمه مع القوات المسلحة. سباقين والحمد لله انتظمتم في محليات الولاية المختلفة وفي رئاسة الولاية في هذا الموقع، تودعون الفوج تلو الفوج، تشاركون في المواقع الأمامية، نشهد لكم إنكم كنتم خير فتية آمنوا بربهم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. القوات المسلحة وكلكم تعلمون أن النصر والاحتفال بالنصر بات قاب قوسين عودنا، الله أكبر. لكن نحن في كتيبة العمل الخاص نحييكم ونحيي كل مواطن الولاية الشمالية. أكد الإعلاميون بولاية سنار دعمهم وإسنادهم للقوات المسلحة وتوظيف كل وسائل الإعلام بالولاية لنصرة القوات المسلحة. جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته إذاعة وتلفزيون ولاية سنار. يشكل الإعلام محورا مهما خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن الذي يتعرض إلى حملة شرسة لتمزيقه وتدمير بنياته التحتية من قبل ميليشيا آل دجلو الإرهابية وقوى إقليمية داعمة لها. ويتطلب الخطاب الإعلامي خلال هذه المرحلة التي تتصدى فيها قواتنا المسلحة إلى هذه الهجمة إلى توجيه واصطفاف المواطنين خلف قواتهم المسلحة. كبير كلكم تعلمونه وتعلمون أثر الكلمة وأثر الصورة وأثر الكلمة المسموعة والمقروءة
في النفوس وما أن اندلعت هذه الحرب اللعينة في بلادنا حتى أغبل العدو أولا إلى تفتيت شمل هذا الوطن بأن عطل منصاته الإعلامية. فكانت المؤسسات الإعلامية الإذاعة والتلفزيون وغيرها هي الهدف والتارجت الأول للعدو الميليشيا المتمردة الدعم السريع الذي شتت ومزق هذه المنصات الإعلامية، لأنه يعلم جيدا ما للإعلام ودوره في تماسك المجتمع السوداني. وشهد حفل الإفطار مدير عام وزارة التربية والتوجيه ومدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ولفيف من الإعلاميين من إدارات سونا والإعلام والسياحة. وأكد المتحدثون على أهمية التواصل بين الإعلاميين. الإعلامية مجمع عليها وأن نبعد عن البغضاء والشحناء وما يفرق بيننا، لأننا في نهاية الأمر نؤدي رسالة واحدة هي صوت ولاية سنار عبر الأثير وعبر المدى وعبر الوسائط وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا نحن نعلم أن ولاية سنار قد تكسرت على حدودها الشمالية والشمالية الغربية سهام ونصال الدعم السريع، وبشهادة أهل المركز أو الذين يقومون على أمر الدولة أن إعلام ولاية سنار بث رسائل تطمينية جعلت المواطنين يشعرون بالأمن، فكان الإعلام صنو للقوات المسلحة وصنو للبندقية وصنو للمدفع، فكلماتكم التي خرجت منكم. الأستاذ بكر سر الختم مدير عام وزارة التربية والتوجيه أكد على أهمية الإعلام ودوره في حشد الدعم والإسناد للقوات المسلحة التي تقاتل من أجل الأرض والحرب. كلكم نجوم وكلكم تصنعون الحب وتصنعون الجمال وكلكم تشدون من أذر القوات المسلحة السودانية والذين يقاتلون مع القوات المسلحة من القوات الخاصة والمستنفرين، تجمعون الصف وتوحدون الوجدان لنتحد جميعا ونقف صفا واحد خلف الغائب وخلف قواتنا المسلحة وجيشنا العظيم إن شاء الله تعالى. الإفطار السنوي الذي جمع الإعلاميين بولاية سنار كان فرصة طيبة لوضع خارطة عمل مشترك تسهم في توحيد اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وإسناد القوات المسلحة. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، مدينة سنجا. أعلن والي ولاية نهر النيل المكلف الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أعلن عن إطلاق سراح 41 نزيلا من سجن الدامر، وذلك بعد أن تكفل ديوان الزكاة بدفع غراماتهم المالية التي بلغت حوالي 70 مليار جنيه. وتقدم الوالي بالتهاني للنزلاء المفرج عنهم مؤكدا أن عقوبة السجن هي عقوبة للإصلاح ومراجعة النفس. بتكلفة مالية بلغت في مجمله حوالي 70 مليار جنيه تكفل بها ديوان الزكاة بولاية نهر النيل تحت بند القارمين، أعلن والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد عن إطلاق سراح 41 من النزلاء بسجن الدامر. نستكمل الحلقة بالناس اللي عليهم مبالغ بسيطة إن شاء الله تتولاهم وزارة المالية في الولاية بإذن الله تعالى. الناس المبالغهم بسيطة برضو لحقهم سريع. الله أكبر. نحن لحقهم سريع إن شاء الله. ونحن جميعنا بيعلم بأن السجن يا جماعة ما موقع بتاع انتقام ولا موقع بتاع أي عمل آخر، هو إصلاح وتهذيب ويخلي الإنسان يتراجع مع نفسه حتى وإنه يدخل للمجتمع وهو يعني تائب ومنصلح تماما. وزارة الشؤون الاجتماعية أعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لمساهمات وفعاليات
دور الزكاة في البرامج والمشروعات الاجتماعية وما ظل يدفع به اتجاه قطاعات المجتمع. سيد الوالي، يمكن ديوان الزكاة درج كل عام في برنامج القارمين إطلاق سراح النزلاء في هذه الولاية كل عام، والعام يمكن عام مختلف كما ذكر الدكتور يحيى، فيه العديد من البرامج خاصة بسجن الولاية. يمكن احنا في وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الزكاة قدمنا العديد من البرامج نحسبها هي برامج اجتماعية تخصنا في ولاية نهر النيل، تخصنا في خططنا وبرامجنا المعتادة. هذا الجهد الكبير أتى بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود كثيرة. اكتمال جملة من المشروعات التي تساهم وبشكل واضح في تحسين وتطوير الخدمات البيئية بالسجون شكلت برنامج عمل متكامل عمدت على تنفيذه فعليا رئاسة شرطة الولاية وإزاله على أرض الواقع. احنا خلال الفترة اللي فاتت بفضل الله تعالى وضعنا سجون الولاية وسجن الدامر في أحداق العيون، وبفضل الله تعالى قام في السجن فرن كبير جدا جدا يكفي السجون ويساهم في السوق العام. كذلك قمنا بصيانة كل الورش الخشبية والحديدية والصيانات. نحن عندنا ناس بساط في جرائم بسيطة 20,000 و13,000 و50,000، نوصي سيد الوالي انه نحن نعمل لك كشف تفكون عشان يمشي عايده مع اهله، يبقوا كمان ان شاء الله دعوات تصادف الشهر الكريم ده، ربنا يرفع عننا هذا البلاء. ولم يكتفي ديوان الزكاة عند هذا الحد، بل امتد عطائي لأكثر من ذلك، حيث قدم الديوان دعما ماليا مقدرا وسلالة غذائية للنزلاء المفرج عنهم، فضلا عن تكريم النزيل أبو بكر الزبير الذي أكمل حفظ القرآن الكريم وهو يقضي عقوبة السجن. إن النزلاء الذين سوف يتم إطلاع سراحهم هم محبوسين في تنفيذات مدنية وتنفيذات أحوال شخصية نفقات، وإن إطلاع سراح هؤلاء النزلاء في شهر رمضان المعظم وشهر رمضان الكريم، ربنا يتقبل الصيام والقيام والركوع والسجود، وسوف يدخل السرور والفرحة في نفوس كثير من الأسر. خالد الأحمد، تلفزيون السودان، ولاية نهر النيل. بهذا الخبر مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، وهذا هو تذكير بالعناوين. نائب رئيس مجلس السيادة الاعتقالي يجدد التزام الحكومة بإنهاء التمرد. تقارير غربية تكشف تورط الإمارات في تجنيد مرتزقة جدد لاستخدامهم في الحرب ضد السودان. كاميرا التلفزيون توثق التدمير الممنهج للبنى التحتية من قبل ميليشيا ألي داغلو الإرهابية. حفظ الله البلاد مشاهدينا أرضا وشعبا وجيشا أينما كنتم، تمنياتي لكم دوام الصحة والعافية، في أمان الله.